مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير حبايبي. اليوم الفيديو تبعتي هو للشعر حبايبي، كيف تتعاملوا مع الشعر؟ لازم حبايبي تستعمل الزيوت اللي تستفاد من عند شعركم، يغذي الشعر. في شلون طريقة للزيوت، جمع الزيوت مع بعض، مو أي زيت تجي تحطيه مع زيت وبتظني هو راح يناسب الشعر. يعني في أخت كتبت لي هي خالطة تقريبا 10 زيوت مع بعض، طيب عشان بتغذي شعرها. هاي الشغلة خاطئة، حتى أكثر كانت خاطئة حبايبي. مو بكثرة الزيوت هي تتغذى، في ناس يستعملوا بس زيت الزيتون وصدقوني شعرهم ما أحلى، في ناس يستعملوا زيت الجوز الهند والحالو، في ناس لبان الذكر زي أنا، لبان الذكر كتير أحبه للشعر، كثير شفت فرق فيه. زيت الحلبة كتير شفت فرق فيه، زيت الحبة السوداء فظيع جدا. أتمنى أنكم، أنا مو لأني أرجح هذا الفيديو تبعتي، لا، لأني أنا وسبق وقلت لكم أنا استفاديت من هذا الزيت 100%. تعرفوا الكل خواتي أنا عندي الغدة، وبتساقط الشعر لأهل الغدة يكون كثيف. صدقوني كان شعري كتير خفيف، خاصة من قدام صار شعري كتير خفيف. هسه والله أي اللي يشوفني بيتصور أني أنا يعني عاملة زرع أو عاملة وصلات، بس أنا شعري طبيعي حبايبي. اللي أتمنى من عندكم ترجعوا على هذا الفيديو، بالذات الخوات اللي يشكوا كتير من شعرهم، ما راح يعطيكي نتيجة بأول أسبوع ولا بتاني أسبوع، يمكن احتمال من تاني أسبوع تالت أسبوع، بس راح تشوفين الفرق خلال 3 أشهر، فرق كتير واضح على شعرك. اللي هو الفيديو تبعت الزيت العفو اللي انا سويته من الحلبة والحبة السوداء، ارجعوا على هذا الفيديو وراح تشوفوا فيه كتير فايدة. كمان هذا انا كمان استعمله، ليه بستعمله؟ لاني احب اغذي بشر العفو، اغذي فروة الرأس من الاعماق. طيب حاولوا تقدرون تستعملون مثلا زيت الحلبة مع حبة البركة، نقول بالسبوع مرتين، هذا مرة، حتى لو تتحممين بالسبوع 4 مرات تقدرين، هذا مرتين ذاك تقدرين، بالذاك تستعملي يعني الزيوت كلها طبيعية، ما راح، بس مو بكثرة. يعني بتجيبين زيت الحلبة مع زيت الحلب، شو اسمه، مو زيت الزيتون كويس، بس خالطة زيوت يعني صراحة ولا ممكن تنخلط مع بعض. يعني في زيوت حبايبي موت بتظنوا، كل من اجي عرض فيديو وقال انا بسوي بتظنون هذا هو الصح، لا حبايبي، لازم بيكون خبير اعشاب، يعرف كل الزين بالاعشاب، يعرف يا عشبه تنحط ويا عشبه ثانيه وتكون صالحه لاستعمال الشعر، صالحه لاستعمال البشره، حتى للشرب. في اعشاب اذا صارت مع بعض حبايبي بتسوي مشاكل بالمعده، هذا انا ما بحب كثير طبعا، مو كثير والله، لان عشان اكون صادقه يدخلوا يقولوا لي كثير تتفلسفين كثير تحكين، انا راح اضل احكي وراح اضل اعطي نصايحي عشان انتم تاخذون الكلمه من عندي وتطبقوها، لاني ما بحب اي حدا من عندكم حبايبي يدعي علي او يصير في اي اذى من جانبي. المهم حبايبي، شايفين انتم وانا ورجيتكم اياه بالوصفات السابقه، هيني انا هذا بقايا لبان الذكر، هيو بقايا لبان الذكر، لأن خلص عندي زيت لبان الذكر وظل بس البقايا. هاي البقايا أنا ما راح أرميها، كنت عاملة فيها زيت لبان الذكر، ما راح أرميها، راح أسويها وصفة أقدر أستعملها الشعري وأقدر أستعملها حتى البشرتي، مو مشكلة حبايبي. أنا طلعوا هو زيت جوز الهند، عادة يكون إذا خليتوه بمكان بارد يصير جامد، إذا بمكان حار راح يكون هيك سائل. طيب اطلعوا، انا حطيته صار لي يومين برا، طيب انا اللي بجيبه الصراحه من المانيا، طيب صار لي يومين حطيته برا عشان هيك شايفيه سائل. خلوا تقريبا مقدار ملعقتين اكل، انا لاني رايدته شعري وهالمره حابه، او اكثر مو مشكله، يعني ما راح ياثر، انا شيل ما راح ياثر، بقول لكم ما راح ياثر. هذا زيت جوز الهند. طيب راح اخلي حبايبي جيبوها من العطار، تقدرون كمان زيت الخروع،
راح اخلي نص العلبة هاي الصغيرة من زيت الخروع زي ما انتو شايفين، هي كتير صغيرة، او اذا تريدون بالملاعق تقدرون 3 ملاعق او 4 ملاعق من زيت الخروع كتير كويس لشا، والباقي حبايبي تقدرون فنجان قهوة من زيت الزيتون. تقدرون حبايبي كمان كبسولة فيتامين اي بتحطوله كمان ما راح يتأثر، بس انا هيك شايفته تمام ما بيحتاج حتى الكبسولة، لان الكبسولة انا عارفة غالي وفي كتير من الخوات ما يقدرون يحصلوا. فهيك حبايبي بتخلطوه وتسيبوه بدرج من الادراج المطبخ، تسيبوه بمكان مظلم مش الا تسكروه، اذا كان مظلم ما راح يأثر، وتسيبوه تقريبا اسبوعين، تحاولوا كما ما تدخلوا على المطبخ رجوه زين، راح يبقى شلون نقول مدة اسبوعين، ورا الاسبوعين تستعملوه راح كتير كويس، تقدرون تستعملوه للبشرة وللشعر، كتير منيح للشعر اللي حابة تطول شعرها، الحابة تكثف شعرها، اللي حابة تنعم شعرها، كتير كويس، تقدرون تحطوه ويا الحمام الزيتي كتير منيح، تقدري بعد ما تطلعي من الحمام تاخذين قليل جدا من عنده وتفركيه بايدك بحيث مش كثير عشان شعرك ما بيكون دهني، وحطيه على الشعر بالكامل. هيك حبايبي انا كملت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى منكم حبايبي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك دائما حبايبي، اللي اترجى منكم تنشروا هالفيديوهات وبنفس الوقت تدعسوا على الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد، ومع السلامه.